عمرو، قول لي انطباعك. بص يا ابراهيم، انا اول مره اجي العلمين، واخر مره جيت الساحل 2013. انا سيناوي بينا احنا جدا، كمان. انا قلت ازود شويه عليك، بس هو فعلا انا اخر مره جيت ساحل مع اصحابي 2013، وبعدين جيت يومين كده مع اصحابنا من 2021. الفكره ان انا يعني من كتر عشق لسينا انا على طول بروح سينا، ولكن لما جيت هنا العلمين السنه دي كنت بتابع بس الموضوع على السوشيال ميديا وبشوفه بس في الميديا وكده، انما انا اتبسطت جدا جدا. من ايه اتبسطت جدا؟ زي كده ما دنيا قالت، من فكره انه اي حد عايز يوصل هيقدر يوصل السنه دي بسهوله شديده جدا. اتبسطت قوي. انا كان بحب الطبيعه، بعشق الطبيعه، يعني انا لو عمرو عايز تعمل ايه اقول لك وديني في اي مكان فيه اي طبيعه، بس ده فكره احنا هنهريك طبيعة هنا. احلى حاجه. ما انا بقول لك من كتر الشغل انا جاي هنا من اول امبارح، ما كنتش لسه شفت البحر، ودنيا اصلا برضو قالت نفس التعليق اول ما دخلت، وعمر شفنا البحر، بالظبط. يعني احنا جايين نشتغل بس فكرة ان هنشوف البحر دي. انا جيت شفت البحر ده، انا اتبسطت قوي 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 انه البحر ده جميل زي ما يكون هو بكر رائع جميل بيغسل الواحد من جواه. بس ازاي الميكس ده حاصل ما بين البحر وما بين الابراج اللي انا شايفها قدامي دي؟ انا مش متضايق، انا كان بحب الطبيعة، مش بحب قوي المدن، لكن فكرة ان المدينة تبقى جميلة كده مع الطبيعة الجميلة كده، الميكس ده انا حبه اول ما شفته. وعندي ملاحظة تانية، امبارح رحنا اليو ارينا، فانا ما كنتش متخيل، لاني اول مرة اجي ما كنتش متخيل انه المكان كبير كده وواسع كده ومختلف كده ومتطور الحاجات كده. اللي تم افتتاحها السنه دي، لا يعني بينت بقى قد ايه المدينه لسه كبيره، هي لسه فيها حاجات كتير، بس السنه دي المسارح الزياده اللي اتعملت، كل المنطقه التراثيه، كل الحاجات اللي يعني كومبليتلي بقى اتفتحت للناس، حسست الناس قد ايه الموضوع حلو قوي. وبعدين السنه دي ابراهيم احنا عندنا كمان زوار سائحين كتير قوي، لا ده فدي دي قصة حالة تانية، دي قصة تانية.